جرى اتصال هاتفي يوم أمس بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك دعينا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والعزة والرفعة